السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامي للمتابعين صفحة وقناة حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير ورمضان كريم، ومعاكم إيمان سعيد. النهاردة أنا جايبة لكم طريقة حلوة قوي لسلق اللحمة بمكون، مهما كانت كبيرة معاكي، مهما كانت عجوزة، مهما كانت بتشد وما بتستويش، المكون ده لو حطيتيه هتستوي معاكي في ربع ساعة، وبتدي طعم حلو قوي للشوربة، وما بيغيرش لونها، ما بيعملش فيها اي تغيير، بالعكس بيزيد حلاوتها. انا معايا هنا ده كيلو لحمه. طب المكون ده، بس انا حابه اقول حاجه، المكون ده انا عرفته من اخواننا المغاربه واخواننا الجزائريين، الف تحيه ليهم طبعا، من الجزائر ومن المغرب هم بيحطوه، وعرفته من الكومنتات بالصدفه خالص. ما تستغربوش يا جماعه، الناس اللي دايما تعلق لي امان لون اللحمه، لون الفراخ، الناس اللي بتعلق لي يا جماعه، انا عندي هنا حاطه لومد ليد هنا كده في المطبخ من فوق، حاطه لومد ليد، اللومد عندي فيه كام واحده مطفيه، فمطرح بصوا دي، بصوا اللي فوقيها قايده، اللمبه اللي فوقيها قايده فمنوره عليها، لكن دي اللمبه اللي فوقيها مطفيه، فبصوا عامله ازاي، مغيره حتى ايدي، بصوا هنا كده من هنا ضلمه ومن هنا كده منوره، شايفين يعني حتى الايد فيها اختلاف، تمام. فده بيبقى عيب اضاءه، يعني ان مش معقول هناكل لحمه زرقاء او فراخ زرقاء يعني، تمام، اهو ميتها ومع ذلك احنا لسه عايشين حيين نرزق اهو، تمام. هنتنقل بقى دلوقتي على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه والخطوات ازاي وايه هو المكون ده يا ترى. هنا بقى دي حله حطها على النار تسخن كده، وهضيف فيها بصوا يعني قطعه صغيره من السمنه، تمام، حوالي نص معلقه علشان اللحمه معايا بس سمينه شويه، تمام كده، اول ما تدوب معايا. معايا هنا دي بصلايه وجزرايه وواحدتين كده حبهان وورق لوري، لو عندك فص مستكه انزلي بيه الاول دوبيه، بيدي ريحه اللحمه حلوه قوي وطعم كمان اجمل. تمام كده، هنزل بالبصل والجزر وكمان الحبهان واللوري، هديهم تشويحه، ما قلتوش جربوا الطريقه دي بقى هتعجبكم قوي. هدي كده تشويحه، طبعا انا بغلي معايا ميه دلوقتي، تمام، لازم تحطي ميه تغلي عشان عايزين الميه تكون مغليه، انا معايا ميه بتغلي يا اما على الكاتل يا اما على النار. بعد ما احس ان الحله سخنت قوي معايا كده وبدات تطشطش كده زي ما احنا سامعين، ببدا انزل اعمل صدمه للحمه. بسم الله، طبعا انا غاسله اللحمه دي يا جماعه، ما بحبش استخدمها من غير ما اغسلها، في ناس كتيره تقول لك لا ما تغسليهاش، لا اغسليها، ممكن يكون اللي بيقطعها اتجرح، حصل حاجه، فما تضمنيش، لازم تتغسل من مطرح ايد الجزار كده، هديها صدمه. كده اديها بقى صدمه كده على الناحيتين، واديها تشويحه، واحس ان لونها فتح معايا، لونها بقى فاتح وعمل زي طبقه بيضه كده، يعني بيضت معايا شويه. هبدا بقى كده اديها تقليبه لما احس ان هي، بصوا اللون غير ازاي اهي، تمام، احنا شايفين اخدت لون تاني خالص كده. النار عاليه يا جماعه علشان مش عايزاها تجيب ميه كتير، او مش عايزاها تجيب شوربه كتير، علشان تفضل طريه معايا وحلوه، تمام. بقلب كده كله، كل واحدة كده بقلبها، بعد ما اخدت معايا صدمة كده وتغير لونها كله معايا، هنزل بمية، مية مغلية، المية دي سخنة قوي بتغلي، علشان مش عايزاه المية تنزل باردة تبقى مش حلوة. ما ضفش ملح في الاول خالص في سوى اللحمة، لو ضفتي ملح في الاول في سوى اللحمة الملح بيأخر سواها، بيعطل السوى بتاعها، تمام.
انا هحط لها ميه تاني عشان الشوربه بتاعتها كده قليله. طبعا لو ظهر معاكي اي ريم اي رغاوي بتشيليها، احنا ما حطيناش توابل دلوقتي مخصوص علشان ما تطلعش معانا في الريم دوت او في الرغوه دي. لو حطيتي توابل وانت بتشوحيها هتلاقي كل التوابل بتاعتك والفلفل الاسود والبهارات وكله طلع معاكي في الرغاوي دي وهيتشال، يبقى كانك ما حطيتيش توابل. فانا بحط التوابل وبحط الملح قبل ما اطفي عنها بحوالي 5 دقائق او 10 دقائق، تمام؟ يا دوب بحط الملح والتوابل وبتغلي معايا كام غلوه. انا هشيل الريم ده وهزود الشوربه بتاعتها. طبعا ده علامه ما بتشيليه ما بيعملش زفاره، تمام كده. بحاول اجمعه كله كده، كده انا زودت اللحمه ميه معايا. ايه هو بقى المكون ده؟ شايفين ده؟ احنا لا هنحط شاي ولا هنحط كربوناتو ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه. ده شايفين انا قلت المكون ده متوفر عندنا في رمضان جدا، فاحتفظي بيه يعني ما ترميهوش. ده نوى البلح، تمام؟ نوى البلح المعلومه دي عرفتها من الجزائر والمغرب وجربتها، حلوه جدا، ما بتخليش فعلا اللحمه تاخد معايا وقت في السوى، دي حاجة. والحاجة التانية ما بيغيرش لون الشوربة، ما بيديش طعم على الشوربة، ما بيضيفش اي حاجة غير انه بيسرع عملية السوا بس، مش اكتر من كده. فبضيف حوالي مثلا 2 3 كده بضيفهم في الشوربة. اسفة بس الموبايل فصل، انا ضفتهم في الشوربة خلاص وبقلب، ما بضيفش زي ما قلت لا ملح ولا توابل دلوقتي. وبعد ربع ساعة هنبص على اللحمة هنلاقيها استوت ان شاء الله، وهنضيف كل توابلنا وكل حاجتنا ان شاء الله. شكل اللحمة انا عملت ايه؟ غلت معايا غلوة على نار عالية وهديت النار، انا بحبها تستوي على نار هادية. لو هتسويها انت على نار عالية هتاخد معاكي ربع ساعة في التسوية، لكن الافضل ان انت تسويها على نار هادية. اخدت معايا لحد دلوقتي نص ساعة الا 5 دقايق علشان على نار هادية. يا جماعة شفتها دلوقتي لقيتها استوت، حطيت الملح وحطيت فلفل اسود وحطيت البهارات وهسيبها كمان 5 دقايق وهطفي عنها، يبقى اخدت معايا نص ساعة على نار هادية واستوت معايا وبقت زي الفل. لو هتسوي على نار عالية، بعيد المعلومة، لو هتسويها على نار عالية وبسرعة ومستعجلة هتاخد منك حوالي ربع ساعة، تمام؟ هطفي بقى عنها كمان 5 دقايق كده ونشوفها في طبق التقديم ان شاء الله. بقى شكل النهائي للحمة، شايفين الشوربة بتاعتها قد ايه رايقة؟ ما اقولكوش بقى الريحة جبارة، اللهم اني صايمة، تمام؟ الريحة حلوة قوي. استوت معايا بالظبط في نص ساعة على نار هادية، تمام؟ انا بعيد على نار هادية، لو نار عالية ومستعجلة مش هتاخد معاكي من ربع ساعة لتلت ساعة. صدقوني المكون ده سبحان الله حلو جدا، ما بيغيرش في طعم اللحم خالص، بالعكس بصوا مخلي الشوربة رايقة ومخلي اللحمة في منتهى الجمال. جربوه، وبجد بشكر كل حبايبي اللي كانوا في الكومنتات كاتبين لي على المعلومة دي لما حد سألهم برضو في التعليقات ازاي تسوي اللحمة بسرعة، لان احد ما شاف فيديو الشاي او ان احنا نحط شاي اللحمه هتستوي بسرعه، لكن ده بيبوظ الشوربه خالص. ده بقى كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، هستنى منكم اللايك الحلو اللي بيدعمني والشير مع الاصحاب واشتراك في القناه لو فعلا حبيتوها. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.